كيف الحال حبيبي؟ طلع هون، طلع هون على الصحافة، طلع طلع هون، طلع كيف انت؟ ايوه انت في العزل احمد؟ منين؟ صحتك منيحة؟ كل شيء تمام؟ تمام. احنا اليوم في محكمة، في استئناف المحكمة، الاستئناف على انهم صفقوا ملفك ملف ارهاب. احنا بنقول ملفك مش ملف ارهاب، انت كنت طفل عمره 13 سنة لما حكموه، ما كنتش تعرف شو معك ارهاب اصلا. واحنا بنستأنف كمان على القرار انهم رفضوا الاستئناف تبعك، رفضوا الافراج المبكر عنك بسبب الوضع الطبي تاعك. ماشي، هاي الصحافه هون بتطلع. احمد كيف وضعك بالعزل؟ منيح. مرتاح يعني بالعزل؟ صعب 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 عليك؟ لا منيح. احمد مش بحاجه لناس حواليك، اسره تحكي معهم؟ اسره مع الاسره. بدك مع الأسرة؟ نعم. بدك مع الأسرة ها؟ طيب. قديش لك في العزل يا أحمد؟ 10 أشهر. لشو مشتاق؟ أروح. إن شاء الله. هاي أبوك هون معك. أمك اليوم عشان المدارس اليوم بدو. فعشان بدها تودي اخوتك للمدارس ما بتقدرش تيجي. امك فابوك اجى اليوم. احمد بتعاني من أول.